ماذا بشأن موقف التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر؟ يعني هل يمكن أن يسمح أن تمر الأمور هكذا مرور الكرام، أم أنه ربما سيتدخل وبقوة وبدعم من المرجعية لقلب الطاولة، لأنه قال قبل أيام ترقبوا أمورا مهمة؟ لحد اللحظة موقف التيار الصدري بعيد جدا عن مجمل ما يحدث. الموقف الرسمي أن التيار الصدري سحب النواب 73 وهو بعيد عن مجمل الوضع السياسي. هناك ماكينات إعلامية للتيار، جمهور التيار رافض لعملية التعديل للقانون الانتخابي، وهذا واضح. نعم. طيب سيد خالد، السيد صباح قال بأن سانت ليغو ليس مشكلة بقدر ما أن المشكلة تكمن في الناخب نفسه، كيف يستطيع أن يقنع الشعب؟ أنتم اليوم كيف باستطاعتكم أن تقنعون الشعب أو تقنعوا الشعب بأنكم الأجدر والأولى في الانتخابات القادمة؟ نعم، يعني بصراحة اليوم هذه القوى الناشئة، القوى المدنية، واجهت مشكلة في انتخابات 21، كان هي غياب التخادم الانتخابي الواضح وغياب المشروع الجامع. لذلك كان النواب داخل قبة البرلمان عبارة عن أفراد، وكان هذه الأفراد هناك تباين حتى في الخطاب الإعلامي وفي التوجهات، وكنا نحتاج إلى تحديات كبيرة حتى يكون هناك اجتماع لهؤلاء النواب أو توحيد لرؤيتهم. وكان إصرار قوى ائتلاف الدولة والإطار التنسيقي على تمرير قانون سانت ليغو هو التحدي الكفيل باجتماع هؤلاء النواب. أما اليوم سانت ليغو فهو موضوع مغاير. سانت ليغو يستوجب وجود قائمة انتخابية أو تجمع انتخابي. ما نعمل عليه اليوم في قوة تغيير الديمقراطية ونازل أخذ حقي وعدد آخر من الحركات الليبرالية الناشئة هو بوجود مشروع سياسي يتبنى خطاب البديل الوطني، تكون إحدى أدواته هو الانتخابات والحديث عن مؤسسات الدولة الدستورية وكيفية تصويب الكثير من الخلل والأخطاء الموجودة في مسار عمل الدولة العراقية.